25 الكاتب الإقليمي التنسيقية الإقليمية للأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيل بمديرية سطات. احنا اليوم كنجسدوا هذه الوقفة بعد خوضنا لإضراب وطني، وهذه الوقفة أمام المديرية الإقليمية تأتي كاستجابة لبيان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي المغرب اللي سطر واحد البرنامج نضالي بديناه في المؤسسات والآن يتكلل بوقفة وسيستمر. البرنامج اللي كان فيه تجسيد وقفات بجميع المؤسسات لمدة ساعتين في الفترة الصباحية وساعتين في الفترة المسائية الساعتين الأواسط، وترديد شعارات، وذلك من أجل إيصال صوتنا للوزارة التي يبدو أن ليس لها أذان وأنها لا تسمع لصدى الأساتذة ولا تسمع لآرائهم ولا تعيرهم اهتماما. فمنذ اتفاق المشؤوم ديال 14 يناير الذي تدعي فيه الحكومة أنها ناقشت وحاورت النقابات الأكثر تمثيلية في الجسد التعليمي، أنتم تلاحظون نتيجة هذا الحوار. إذا كانت النقابات قد وقعت ووافقت فلماذا هذه الشغيلة تخرج الآن؟ الأمور واضحة، النقابات لم تعد تمثل الشغيلة التعليمية إلا بشكل أقل، نقابة الإفينو التي رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير. ما يهمنا نحن الآن كتنسيقية وطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي هو أننا نبلغ صوتنا للوزارة لعل آذانها تلتقط هذه المرة الإشارة، فنقول لها نحن نرفض رفضا تاما وقاطعا هذا المرسوم الذي تم تمريره المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. لماذا نرفضه؟ ليس هكذا تبجحا، وإنما لأنه تضمن تراجعا خطيرا وتهديدا خطيرا للأساتذة في أولا في كرامتهم وفي قيمتهم، وكأن هذا المرسوم يتقصد إذلال رجال ونساء التعليم. يمكن أن نلخص المآسي والكوارث التي جاءت في هذا المرسوم بالاقتصار على ثلاث نقاط رئيسية. أولا أن هذا مرسوم لنظام أساسي تراجعي. كيف تراجعي؟ لأنه ينتقص من حقوق الأساتذة، لأنه يضيف عقوبات جديدة مجحفة، وكأن الأستاذ هو المسؤول عن تردي الوضعية التعليمية في المغرب. ثم أن هذا النظام يأتي بمهام جديدة متعددة من غير مهمة التدريس، والتي تثقل كاهل الأستاذ ويرسمها ويجعلها ملزمة له. ثم ثالثا أن هذا المرسوم لم يحرك إطلاقا الأرقام الاستدلالية لكي تتحرك الأجرة. فالمطلب الرئيسي لجميع المواطنين، لجميع الموظفين سواء أساتذة وغيرهم، هو الزيادة في الأجور. وبالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية، الزيادة في الأجور تعني ماذا؟ تعني تعديل الأرقام الاستدلالية بما يزيد من أجرة المدرس. إذن أمام هذا الوضع وهذا المرسوم الذي أقل ما يقال عليه أنه ظالم ومجحف في حق الأستاذ، الأساتذة ليسوا مع الفوضى، نحن ضد الفوضى، نحن مع الإصلاح، نحن كتنسيقية وطنية ونحن الآن هنا كتنسيقية إقليمية مع الإصلاح ومع الرفع من جودة التعليم، ولكن بتوفير الشروط الموضوعية اللازمة لكي تحقيق ذلك. أما في ظل هذا المرسوم فلا أعتقد إطلاقا، والوضع سيتأزم ويزيد في التأزيم. كان في الأسبوع الماضي مدارنا مقتصرا على حالات معينة، في هذا الأسبوع كان هناك تصعيد وينتظر في حال كم سيتم استمرار هذه الوقفات والاحتجاجات. أكيد أكيد، ما دام لم يتم استجابة مطالبنا انتظروا تصعيد أكثر. يعني هذا الأسبوع صعدنا عن الأسبوع الماضي، ينتظروا في الأسبوع القادم يكون هناك تصعيد. لابد من تحرك الوزارة والنظر بالعين الحكيمة والنظر إلى الوضع على أنه لا يمكن هكذا، لابد من
فالآن المتضرر الأكثر هو التلميذ. نحن يحز في قلوبنا أن أبناءنا وبناتنا التلميذات هم الآن هم الذين يدفعون الفاتورة حاليا. نحن الآن لسنا في حجرات الدرس، لماذا لا نكون في حجرات فرص؟ الوزارة أرادت ذلك، تريد إدلالنا؟ تريد الاعتداء على حقوقنا؟ بل حتى ما كان الذين في النظام السابق الآن تراجع، هل هذا معقول؟ أي إصلاح يكون بالتراجع؟ الإصلاح يكون دائما بالتقدم والتقدم والتطوير. ولا يفوتني أن أشكر جميع المناضلين المناضلات على الملحمة العظيمة التي قدموها بالرباط يوم 5 أكتوبر، كما لا يفوتني أن أحيي هؤلاء المناضلين وهؤلاء المناضلات على حسهم وعلى وعيهم العالي، كما أحيي المنابر المحلية على تغطيتها لهذا الحدث الذي فيه دعم لنا وفيه توضيح للصورة، لأن بدأنا نرى أن الوزارة تبث كبسولات مع كامل الأسف مضللة وتريد إظهار هذا النظام بأنه عادل. حتى إخواننا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتم التلاعب بوضعيتهم، لم يحل مشكلهم، لا زال المشكل هو. إذا لا بد على المسؤولين أن ينظروا في هذا الملف بعين الحكمة وأن يتحركوا سريعا حفاظا على مصلحة أبنائنا وبناتنا التلميذات، وشكرا.